ما بقاش السكر كان كيفي، فقلت مع بالي لازم ندير شي حاجه اللي ولادنا وحفايدنا يعرفوا كيفاش الناس تلبسوا. حسيت الدمية هي احسن شيء. بديت ندير الدمية وتلبسها داك الباس اللي تندير وتندير لهم داكشي اللي في راسهم والحلو اللي تيكون في كل ناحية. كنمشي لشي نواحي تندرس ونشوف شي كتوبة، كان الانترنت وعاوني، وكاين شي نواحي اللي مشيت لهم والعيالات لبسوا اللباس ديالهم وداروا الحيلي باش يوريوني تماما كيفاش يكونوا لابسين من زمان. العلاقه اللي كانت اللي عندي مع الناس اللي تيساعدوني في الاول كان شويه صعيب، حيت اولا ما كنتش كنعرف مزيان نفسر لهم، ما دابا عندي شي ناس زينا كيخدموا معايا.